بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار تحتفل باليوم العالمي للمسرح. جامعة السلطان قابوس تستضيف فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الرابع. انطلاق فعاليات مهرجان الصافن لمزينة الهجن وركض العرضة بولاية عبري. طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى التفاصيل. يعد المسرح منبرا للثقافة والمعرفة بما يقدم على خشبته من عروض مهمة تتناول تفاصيل قضايا مختلفة. ولأهمية ذلك واحتفالا بيوم المسرح العالمي، أقامت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار احتفالا بهذه المناسبة. أبو الفنون، إنه المسرح الذي يعد أحد منابر الثقافة والمعرفة، إذ يحتل مرتبة مهمة في حياة الشعوب المتقدمة، فهو من أهم الوسائل الإعلامية التي تؤثر في الجمهور تأثيرا كبيرا، وذلك بما يحفزه من خطاب مؤثر على المتلقين، فلا مسرح بلا تأثير. ولأهمية المسرح أقامت المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار احتفالا باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 من مارس من كل عام. المسرح بصفة عامة، وإن كان جاء إلينا نحن العرب متأخرا، يعني ما دام من حملة نابليون، فإن الغرب يعني له تاريخ ضارب في جذوره يعود إلى 1500 قبل الميلاد عند الرومان وعند الإغريق. وبحمد الله رب العالمين نحن هنا في المديرية العامة للتراث والثقافة ارتئينا أن نحتفي بهذه المناسبة وننتهزها فرصة لتكريم المتميزين من المسرحيين الذين أدوا أعمال جليلة خلال العام الماضي. إن الأدب جزء من الحياة، ويعد ترجمانا صادقا لمشاعر الأمة، يصور خلجاتها ويعبر عن أحاسيسها ويمثل حياتها بما يعتريها من آمال وآلام وأفراح وأحزان. يتفق المثقفون والمفكرون والفنانون على أهمية المسرح بشكل عام في الحراك التربوي والفكري والثقافي، فكما قيل: اعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. طبعا يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمسرح لأهمية هذا المسرح في توجيه قضايا الشعوب، في توجيه القضايا على المستوى المحلي على المستوى الدولي، فبالتالي المسرح هي مرآة للشعوب، وعندما يحتفل بالمسرح يحتفل بأهمية هذا الحدث لكونه حدث بالفعل يحمل من الثقل ويحمل من الهموم ومن قضايا المجتمع الكثير. إن المسرح وسيلة لدعوة مثلى نحو الفضائل، سعيا إلى حياة أكثر استقرارا وأوفر أمنا بجميع أبعادها. يعد المسرح مرآة صافية لواقع المجتمع بمحاسنه وسيئاته، وهو يقوم بتوفير حلول لمشكلات المجتمع. من المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار، محمد بن بخيت الشحري. تبدأ اليوم بجامعة السلطان قابوس فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقام هذا المهرجان الذي يستمر لمدة 5 أيام لأول مرة في جامعة السلطان قابوس وبعدد من العروض المسرحية، حيث تشارك كل من السلطنة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت بعرض مسرحي واحد، بينما ستشارك المملكة العربية السعودية ب6 عروض مسرحية. يسعى هذا المهرجان إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، مع تعميق الاتصال بقضايا المجتمع وتهيئة جمهور مسرحي محب للمسرح الهادف والبناء، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الفني الخصب لإبداعات الشباب وتطوير ودعم الفنون المسرحية الهادفة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون.
حفاظا على الموروث العماني الأصيل وتشجيعا لملاك الهجن والخيول العربية الأصيلة، أقيمت فعاليات مهرجان الصافن بولاية عبري. المهرجان صاحبه إقامة الفنون العمانية المغناة وإلقاء القصائد الوطنية. فعاليات المهرجان رعاها سمو السيد فيصل بن تركي. على مدى 3 أيام متواصلة كان ميدان الصافن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة على موعد مع المهرجان التراثي لمزاينة الهجن وركض العرضة والتميز وأشواط الإثارة. السبب الأساسي أن القائمين على هذه الفعاليات محتاجين يدخلوا في الجانب اللي هو التسويقي. التسويقي بطريقة أن تفهم هذه الشركات، إذا كانت الشركة تلعب دور في أنها تعزز اللي هو جانب المواطنة أو دعم الفعاليات اللي فيها مشاركة على الصعيد الوطني، يفترض أن كذلك تقدم بهذه الطريقة، أنك عدد كبير من المواطنين وهذا يحافظ على الموروث. بالعكس، دعم الشركات للمواطنين يمكن المواطنين كذلك من الاستمرار، المحافظة على هذا الموروث وهذا التراث، وكذلك توظيف الأشخاص الآخرين فيما. تعتبر هذه المزاينة نقطة تواصل بين أبناء السلطنة وملاك الهجن في هذا التجمع التراثي الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على الموروث وأيضا نشر هذه الرياضة وتنشيط حركة تجارة الإبل. المهرجان كان فرصة سانحة لأصحاب الهجن من مختلف محافظات السلطنة للمشاركة في فعاليات المهرجان التي تنوعت بين مزينة الفطامين والحجاج بكار والجعدان والحيران، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى. دائما يعني يحصل فيه بيع وشراء، وإحنا ننتظره كأصحاب الإبل وأصحاب البوش، ننتظره سنويا من هذا المهرجان، ودائما يكون فيه متواجدين، والحمد لله رب العالمين الجميع استفاد من هذا المهرجان. والله إذا الفعاليات ممتازة، فيه شفنا ناس، فيه مجموعة من الناس حضروهم من جميع السلطنة في المزاين، في الركض الطويل، في العرضة. لم يقتصر المهرجان على ركض العرضة أو المزاينة، بل جسدت الفنون العمانية المغناة أرض المهرجان والذي حظي بمشاركة واسعة. تساهم هذه المهرجانات والفعاليات التي تقام بين الفينة والأخرى في الحفاظ على الموروثات العمانية الأصيلة التي تزخر بها ولايات السلطنة. محمد بن سعيد العلوي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. عثرت بعثة جامعة بون الألمانية على مجموعة من النقوش الصخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ بمنطقة مقابر النبلاء في محافظة أسوان المصرية أثناء التنقيب بالموقع الأثري. وتمكنت البعثة من الكشف عن أكثر من 15 نقشا من عصور ما قبل التاريخ، وهي عبارة عن رسومات لحيوانات برية ومن بعض الرسومات التي تمثل طقوسا ذات طابع ديني. وتواصل البعثة الألمانية أعمال الحفر في الموقع في محاولة منها للكشف عن مزيد من الرسومات والمنحوتات الصخرية. وتعد النقوش المكتشفة من أقدم النقوش الصخرية التي عثر عليها في الموقع حتى الآن. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعون فيها بعد قليل. فنان مصري يرسم لوحاته بالمسامير والدبابيس الملونة.
حياكم الله من جديد. على هامش الدورة 17 لمعرض البحرين الدولي للكتاب، فاز كتاب قرية الدويمة للباحث حسن أبو صبيح بجائزة البحرين للكتاب 2016، والتي خصصت هذا العام للكتاب والمفكرين من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان الوعي الأثري وذاكرة الأوطان. وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة إن هذا الكتاب الفائز استخدمت فيه التقنيات الحديثة في التوثيق وجمع المعلومات عن نموذج بليغ للقرى الفلسطينية التي دمرها الاحتلال خلال عام النكبة في سنة 1948. وأضاف أن الكتاب تميز بروحه العلمية الناضجة التي تعتمد على توثيق الجذور التاريخية لقرية الدويمة منذ العصر العثماني، إضافة إلى قدرة الكاتب على بيان الفضاء الجغرافي لهذه القرية. تزين لوحات مشاهير السياسة والرياضة والفن حوائط مرسم الفنان المصري محمد قطب، لكن الجديد في الأمر أن هذه اللوحات مكونة من المسامير والدبابيس الملونة. طوال مسيرة الفنية كان قطب يستخدم الفرشاة والألوان في رسم لوحاته، لكنه قرر منذ عامين تقريبا استبدال هذه الأدوات بمسامير الصلب والدبابيس. تزين لوحات لمشاهير السياسة والرياضة والفن حوائط مرسم الفنان المصري محمد قطب، لكن الجديد في الأمر أن هذه اللوحات مكونة من المسامير والبراغي والدبابيس الملونة. وطوال مسيرته الفنية كان محمد قطب يستخدم الفرشاة والألوان في رسم لوحاته، لكنه قرر منذ عامين تقريبا استبدال هذه الأدوات بمسامير الصلب والدبابيس. وتملك هذا الشغف من قطب بعد أن رأى لوحة مصنوعة من المسامير لملك مصر السابق فاروق في بيت عمه. فكرة المسامير هي موجودة في أوروبا لكنها مش منتشرة قوي، فبدأت أن أنا أعمل حاجة زي جديدة. أنا كنت ممكن برسم الأول بورتري عادي بألوان وفرش وحاجات زي كده وسكينة، لكن حاولت اعمل حاجه مختلفه شويه، اختلاف حتى في نوعيه الرسم، في شكل اللوحات اللي بعملها، مش مساله ان انا برسم بمسامير وخلاص يعني. بدات ان انا اعمل شخصيات زي ام كلثوم، غاندي، فارا، شخصيات انا ممكن جديد محمد منير، حاجه موجوده جديده صعبه في نفس الوقت لكنها مش منتشره يعني. ويستورد قطب المسامير المستخدمة في تكوين اللوحات من ألمانيا، وهي من النوع المقاوم للصدأ، كما يستخدم قطب في لوحاته خيوط الحرير المستوردة والدبابيس المكتبية الملونة. وقبل اللجوء إلى المسامير يعد قطب نسخة مبدئية من اللوحات باستخدام القلم الرصاص أو برامج الحاسب الآلي. طريقة اللوحات بالمسامير ببتديها في لوحات زي أوتريكا أو مش أوتريكا، زي لوحات بتعمل بالدبابيس بيبقى شغل بتاعها محتاج كمبيوتر اكتر وبرامج اكتر، عشان هي محتاجه شغل هندسي اكتر ما هي ارتجاليه فني انت بتعمل بايدك او حاجه زي كده يعني. في نوعيات تانية اللي هي بالمسامير والخيوط دي عامه بتبقى زي موضوع الرسم بتاعها زي الاستنسل اللي هو بيترسم العادي بالجرافيتي وبعدين بيطبق على اللوحه وبيترسم عادي بالمسامير. واستخدم الرسام المصري اكبر عدد من المسامير في لوحه للاعب كره القدم المصري محمد ابو تريكا، حيث احتاج الى 7000 مسمار لتكوين اللوحه، لكن قطب يطمح إلى أن يسجل رقما قياسيا باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليحطم الرقم الذي سجله الفنان الألباني سمير ستراتي الذي استخدم 500,000 مسمار في إحدى لوحاته للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي. ويريد قطب أن يكون جدارية للجيش المصري خلال حرب أكتوبر باستخدام 1,000,000 مسمار. وأعمال قطب غير متاحة للبايع حاليا، كما أنه لا ينوي افتتاح معرض للوحاته في المستقبل. افتتحت مساء أمس السبت الدورة 22 لمهرجان تطوان السينمائي لبلدان المتوسط التي تستمر حتى 2 إبريل المقبل بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد المغاربة والأجانب. ويشارك في هذه الدورة 38 فيلما من 14 دولة متوسطية، من بينها الفيلم المغربي إحباط واليوناني ريفير بانك والروماني الطابق العلوي والفيلم الإسباني أن تتحدث، كما يتنافس 13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة و7 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية. ويتضمن المهرجان أيضا برنامجا ثقافيا على رأسه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان حينما تحكي السينما مآسي البحر الأبيض المتوسط بمشاركة كتاب ونقاد جامعيين وسينمائيين.
إلى أخبار المتاحف وروائع الفن، حيث ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 12 شخصا بتهمة سرقة 17 لوحة فنية تعود إلى عصر النهضة من متحف مدينة فيرونا الإيطالية. وتم العثور على تلك اللوحات التي تضم روائع روبنز وتونتيريتو ومانتينينيا في مولدافيا. وقد كان هؤلاء المتهمون اعتزموا بيع الروائع الفنية في بلدان شرق أوروبا، ويقدر سعرها الإجمالي من 10 إلى 15 مليون يورو. وقال رئيس بلدية فيرونا إنه تم سرقة أفضل اللوحات التي يحتويها المتحف. توقفت المطابع وجف الحبر، هكذا تحدثت آخر افتتاحية لصحيفة The Independent البريطانية في العدد الورقي الأخير الصادر أمس السبت قبل تحولها إلى الصحافة الرقمية بشكل كامل. ونشر صحفيون من The Independent التي تأسست قبل نحو 30 عاما صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العاملين يقرعون على الطاولات، وهو تقليد يستخدم لتوجيه التحية عند رحيل أحد الزملاء. وفي افتتاحيتها الأخيرة أكدت الصحيفة أنها ستتذكر هذا التحول الجريء نحو الصحافة الرقمية بشكل كامل كنموذج تحتدي به صحف أخرى في العالم. وأضافت أن اليوم توقفت المطابع وجف الحبر، وتابعت: لكن مع إغلاق فصل يفتح آخر، وستواصل روحية The Independent الازدهار. وصحيفة The Independent التي تأسست في أكتوبر عام 1986 هي الأقل توزيعا في المملكة المتحدة. أحيت فرقة رولينج ستونز الشهيرة حفلا موسيقيا في هافانا لم يشهد له مثيل في ذلك البلد. وحضر مئات الآلاف من الكوبيين هذا الحفل المجاني الذي أقيم في الهواء الطلق وسط إجراءات لوجستية غير مسبوقة في كوبا، وهو أكبر حفل موسيقي على الإطلاق أقيم حتى الآن في الجزيرة. وأحيت الفرقة البريطانية التي وصلت إلى هافانا حفلا في إطار جولتها الأمريكية اللاتينية أمريكا لاتينا أولي في المدينة الرياضية في هافانا، وهو مجمع دشن قبل ثورة فيديل كاسترو عام 1959. قبل ختام النشرة الثقافية هذه عادة لأبرز عناوينها. المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار تحتفل باليوم العالمي للمسرح. جامعة السلطان قابوس تستضيف فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الرابع. وانطلاق فعاليات مهرجان الصافن لمزاينة الهجن وركض العرضة بولاية عبرين. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.